تمام مرحومین کے لیے اپنے اپنے مرحومین کے لیے شہداء صلحاء مجتہدین اور جتنے بھی مومنین یہاں حاضر ہیں اور شاگردیز کے جو بانیان بزرگان ہیں اور قبلہ قل الغربی صاحب کے تمام مرحومین کے لیے باواز بلند تر صلوات اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان شاء الله ان شاء الله تلاوت كلام الله مجيد شرف حاصل کروں گا سورہ حشر 28ویں پارے میں ہے اور سورہ حشر کی آیت نمبر 18 سورہ حشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ثم قدمت لغد واتقوا الله إن الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لا أصحاب الجنة هم الفائزون لو متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو
والله الذي لا هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله
سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق الباري. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى والسماء والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بناها
والأرض وما ضحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها ألهمها فجورها وتقواها والأرض وما طحاها قد أفلح من زكاك قد أفلح من زكاك وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. صلوات بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ تلاوت کلام پاک کی سعادت قاری پاکستان محمد وجاہت رضا صاحب آف اسلام آباد سماعت کر رہے تھے آپ. اللہ تعالیٰ ہمارے اس نوجوان کی زندگی کو دراز کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے. بانیان مجالس اور خاندان حضرت شاہ یوسف گردیز میرا اللہ تعالیٰ انہیں سلامت و باکرامت رکھے اور ان کی توفیقات خیر میں بھی اضافہ فرمائے. ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے. ان سب کی بلندی درجات کے لیے اپنے مرحومین کو بھی شامل کر کے مرتبہ باواز بلند سلوات. مجھ سے کہتی ہیں ستاروں کی ضیائیں ساغر ساغر صدیقی کے دو شعر. مجھ سے کہتی ہیں ستاروں